يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يكفر من يدعو الله عند قبر ولي اعتقادا أن هذا مكان مبارك استجاب فيه الدعاء دون أن يعتقد شيئا من الألوهية في هذا الميت؟ شوف، إذا كان يدعو عند القبر أو يصلي عند القبر أو يطوف بالقبر يتقرب إلى صاحب القبر، هذا شرك أكبر، لأنه صرف العبادة لغير الله. أما إذا كان يأتي بالعبادة عند القبر لله ولكن يظن إن هذا المكان أنه فيه بركة وأن الله يتقبل منه، هذا بدعة وليس شرك، هذا بدعة ووسيلة إلى الشرك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول الشيخ الحكمي رحمه الله في كتابه معارج القبول، والقصد العبادة المشروعة مثل صلاة مثل دعاء، أما أنه يذبح للقبر ما تقول هذا هو يذبح لله، هذا يذبح للقبر ما يحتاج تفصيل، يذبح للقبر ينذر للقبر هذا ما يحتاج تفصيل، هذا ما فيه أنه يريد وجه الله سبحانه وتعالى. نعم.